بيوتنا تهدمت واحنا تهجرنا واحنا تدمرنا ولحد الان لا تعويض ولا عمي انطونا نتيجه تنطونا تعويض لو لا. اصبح ملف تعويضات الدور المهدمه في محافظه الانبار طي النسيان رغم سنوات الانتظار التي أرقت المتضررين منذ العام 2016 نحو 30,000 منزل في الفلوجة وحدها تعرضت للدمار ولم يتسلم أصحابها مستحقاتهم المالية سوى أعداد قليلة لا تتخطى نسبتهم 10% فيما يطالبون بحسم هذا الملف قبل نهاية العام الحالي. يعني أصبح من الملفات الشائكة والمعقدة بهذه المحافظة إذا ما علمنا إحنا اليوم بالعام 24 مقبلين على نهاية 24 يعني ما معقولة أكثر من 8 سنوات ومعلق موضوع التعويضات وإلى حد هذه اللحظة لم يستلم الأهالي تعويضات لا عن الدور ولا عن المحال التجارية ولا عن الأسواق ولا عن المتضررين فهذا يعني موضوع يحتاج إلى تدخل فوري أصلا أصبحت موضوع التعويضات من المنسيات. إن الإخلال بالوعود مع تعمد التسويف والمماطلة في هذا الملف دفع الجهات المعنية إلى الامتناع عن التصريح فيما يؤكد مراقبون أن عدم صرف التعويضات يعد عائقا أمام عودة كثير من النازحين. ما يقارب 250 ألف دار متضرر مسجلة في محافظة الأنبار مرفوعة إلى بغداد لم ينجز منها إلا نسبة قليلة كلش في قضاء الرمادي وحده أكو 64 ألف معاملة تعويضية مرفوعة للجنة المركزية لتعويض المتضررين في بغداد لم ينجز منها إلا 2000 معاملة. واحدة من أكبر العوائق اللي تواجه عودة النازحين إلى محافظة الأنبار هو ملف التعويضات يعني إذا شخص نازح في شمال العراق أو في أي مكان آخر شلون يرجع إلى محافظته هو ما عنده دار يسكن به. إلى الآن ملف التعويضات في محافظة الأنبار لم يحسم إلى الآن هنالك عوائل بحاجة لهذه التعويضات على الأقل لسير حياتهم الاقتصادية على الأقل لبناء منازلهم فندعو لتكثيف الجهود بهذا الملف واستحصال حقوق المواطن. والجدير بالذكر فإن المحافظات المحررة شهدت دمارا كبيرا إبان تحريرها من التنظيمات الإرهابية لا سيما الأنبار التي بلغت نسبة الدمار في بناها التحتية نحو 80% بحسب إحصائيات رسمية. من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة.